أخبار اليوم. احنا طبعا لازم نتوقع، زي ما بقول احنا في السياحة بنتعامل بواقعية شديدة. مش هقدر اقول انا هنفذ بأي سرعة زي شركات البترول او مشتقات البترول او السولار انرجي او اي حاجة. احنا لازم الوضع يختلف شوية من ناحية اساسا، ان اما نتيجة التحقيق التظهر بتاع الطيارة ايا كان ايجابية سلبية مش مهم، ان يحصل تطور الفكر عند القيادة السياسية الروسية وانها تقول ممكن نروح مصر، ساعتها هنبتدي نبني ونبني بشكل تاني. فانا مش متوقع السرعة في الاداء زي زملائي مثلا في قطاع التشييد او قطاع البترول او قطاع الكهرباء، لا احنا هنبتدي ببطء وبعدين هنقدر نتعامل مع الواقع في حينه. الحقيقة طبعا احنا نادينا بهذا الفكر من أول يوم. هي مش شركة تأمين المطارات، عشان برضو أوضح الفكرة بالضبط، هي الشركة دي بتعمل الآتي: بتدرب الناس وبتحط النظام وبتشرف على أن النظام اللي هي حطيته بيطبق، وبناء عليه بتدي لك ختم. الختم ده أنا كراجل مسؤول عن صناعة السياحة، وزير السياحة، بنسوق بيه، بنقول إن كانت مطاراتنا آمنة 80%، لأن مفيش حاجة اسمها آمنة 100%، بقت 85. فإذا في قفزة وفي تطور، ده اللي احنا بنحاول نبيعه. طبعا هم لسه، احنا قريتها في الجورنال من كام يوم إن لسه ما وقعوش العقد. احنا كنا قاب قوسين إن احنا نوقع العقد، وكنا قاعدين مع السفير الروسي مع وزير الطيران ومع وزير السياحة من شهرين، وكان برضو فكر وزير الطيران نفس الفكر مع وزير السياحة، وكان الراجل مرحب. طب التأجيل سببه ايه؟ لا انا مش داخل في الجزئية بتاعت المفاوضات، انا بقول لحضرتك النتيجة. النتيجة اللي انا قريتها زي اي حد، انا شرحت لك، لان انا كمسؤول في شركة القبضة المطارات عارف ايه المطلوب من هذه الشركة. ففي ناس كتير عندهم فكرة ان هي اللي هتقوم بالعمل، هي مش هتقوم بالعمل، هتشتغل المصريين اللي هيشتغلوا، هتراجع الاجراءات وهتعمل تشيك كل شويه تقول لك ده سليم، وكل يوم تدي لك ختم جديد انت راجل ماشي صح. توقعات حضرتك، يعني الرؤيه اللي شايفها حضرتك للعوده السياحه الروسيه هتكون امتى؟ في كلام بيقول لك شهر 6، وفي ناس بيقول شهر اكتوبر. لا 6 ولا اكتوبر، ممكن تعود بعد 3 اشهر. وزي ما قلت لك، هو في شرط ان القياده السياسيه الروسيه تقول لك تعود السياحه الى مصر. هل هو محتاج لها؟ هو محتاج انها تعود الى مصر. ليه؟ لانها مقصد رخيص على بعد 4 ساعات، والجو عكس الجو عنده، يعني بتبقى جو قارس، عندنا الجو حلو جدا. فاذا هو محتاجنا. امبارح السيد محافظ البنك المركزي ادى تعليمات ان البنوك بتقسط لغايه مارس 2017 الديون الاقساط المتراكمه، والفوائد ويحسبها فايده بسيطه مش فايده مركبه، ده مساعده. احنا خدنا قرار من السيد رئيس الوزراء، 2 منهم طبقوا الى حد ما، بس ما طبقوش بالكامل، اللي هم الكهرباء تأجيلها 6 شهور وتقسيطها على 24 شهر. تأمينات رافضين هذا الوضع، فلسه احنا في مباحثات مع وزارة السيدة الدكتورة غادة يعني. والمية مش محسوسة قوي، لان هي تنطبق على الأقصر وأسوان، لكن شرم والغردقة بيشتروا مية من السوق، فطبعا مش نفس الوضع. فاحنا بنحاول، لا الضريبه لسه ما وصلناش لحل فيها بامانه. طب الاخراج كان قاعد محافظ البنك المركزي قاعد ومجموعه البنك المركزي، وحضرتك كنت تقريبا موجود في مؤتمر شرم الشيخ بتاع دعم السياحه، وتكلموا وقال لك ان احنا هندعم قطاع السياحه وهندي لهم قروض وهندرسهم، ومفيش حاجه حصلت لغايه دلوقتي. لا 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 لا، محافظ البنك المركزي هو بيوصي للبنوك، كل بنك حر انه يعيد اقراض عشان التشغيل، يعني فلوس ما تقدرش. كل واحد صاحب بنك هيقول لك انا حر، بس البنوك عاده بتستجيب، لان هي عمليه تركيبه مخ. يعني انا النهارده لما الزبون بتاعي يقع حاجه مش هاخد منه حاجه، لكن لو انا ساعدته انه يفضل في الانعاش هيقوم.
فهو ده دور البنوك، وده الحقيقة السيد المحافظ من يوم ما جه قبل حتى ما التعيين الرسمي ينطبق كلمني واتصلت بيه وعملنا هذه المقابلة، وهنعمل مقابلة تانية إن شاء الله عشان نتابع بالنسبة للمشاريع الأكثر تعثرا.